الدنيا ايه يا جماعه ايه حديد دي كنت جوه كنت جوه انا ايه يا جماعه ايه هو يا استاذ البلي اللي كانت في رجليها اهي اهي شايفها اهو يا استاذ اهو يا باشا الصحفي اهو الصحفي الضر اهو معاك اهو حسبنا الله ونعم الوكيل المشير التاني لابس شعر مصر بامانه قدام ربنا خلي بالك وربنا اللي هينتقم معانا ربنا الكلام ده من الساعه 9 بالليل احنا مش بلطجيه في ناس احنا سايبين حقيقيين احنا ناس بلطجيه عندك يا عمر الداخليه عندك وانت عندك الداخليه المشير